بكرة إن شاء الله فيوتشر عنده مباراة في الكونفدرالية الأفريقية، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق أمام فريق سوبر سبورت. نشوف المؤتمر الصحفي لنادي مودرن فيوتشر قبل هذه المواجهة، ولقاءات أيضا مهمة على هامش هذا المؤتمر، وبعدها نرجع نكمل كلام. قبل اي حاجه، هو طبعا بيحترم الكوتش فريق السوبر سبورت، كذلك بيتكلم ان الحاجات التصريحات دي مش هتاثر علينا. لا، احنا عارفين التصريحات والاسلوب ده من الكلام، واحنا ما يهمناش الكلام ده كله. اكيد طبعا كل ماتش دي عندنا في طريقه وعندنا شكل نلعب بيه، غير كل مباراه وليها طريقه وليها استراتيجيه خاصه بتاعتها. هو عايز يتكلم في البدايه ان احنا كان عندنا بعض الاصابات، 6-7 اصابات الفتره اللي فاتت، واستعدنا اللعيبه خلال الاسبوع اللي فات، والحمد لله قدروا يكونوا جاهزين بشكل كافي للمباراه بكره. وهو من المدربين يعني يكون سعيد جدا يكون اللعيبه كلها حاضره معاه السكواد كامل، بحيث يكونوا جاهزين 100% ان شاء الله المباراه. احنا بالنسبه لنا اي بطوله بندخلها عندنا الهدف واحد، اللي هو هدف المكسب. طبعا دوري المجموعات، المجموعه اللي احنا فيها 4 فرق، كل فرقه ليها طريقه لعب، طريقه اداء مختلفه عن الاخرى، لكن احنا على طول هدفنا واحد في كل البطولات اللي احنا بندخلها وبنشارك بيها، واللي هو المكسب. وش جدول شكيو تاني؟ وعايز يقول ان معاه لعيبه عندها كواليتي وكفاءه عاليه جدا، وان هي قادره على كسب اي بطوله، كذلك مع كامل احترام لكل فرق الخصم في البطوله الكونفدراليه، احنا قادرين على ان احنا نكسب البطوله واي بطوله نشارك بيها، خصوصا كفاءة اللعيبة اللي احنا عندنا في نادي فيوتشر. وعايز يقول ان احنا معانا مجموعة قوية جدا ومجموعة صعبة جدا، وفي كرة القدم مفيش ماتش سهل ومفيش ماتش صعب، لكن انت بتدخل كل مباراة بتشوف تعمل عليك، وفي الاخر بنشوف النتيجة هل كانت المباراة سهلة ولا كانت صعبة علينا. ولكن عايز اضيف في النهاية ان هي مجموعة قوية وصعبة بوجود فيوتشر فيها برضو كذلك. عايز يقول ان احنا ممكن نطرح اسئلة كتير جدا وتساؤلات قبل الماتش، لكن في النهاية بيختلف كل حاجة لما الحكم يصفر لبداية المباراة، ومش دايما على طول الأفضل في أرضية الملعب هو اللي بيكسب، لكن في النهاية هي كرة القدم فيها متغيرات كتير في أرضية الملعب، وزي ما أحمد عاطف قال إن إحنا مركزين جدا للماتش ده ذهنيا وبدنيا وكل حاجة، فبالطبع إن شاء الله بإذن الله بكرة كل شيء يكون حاضر في الملعب. طبعا مجموعة قوية بتضم أحد الفرق لسه أخذ البطولة السنة اللي فاتت، فدي يوريك مدى صعوبة المجموعة، بس احنا ان شاء الله مركزين. السنة اللي فاتت لعبنا كانت البدايات مش احسن حاجة، فالسنة دي احنا مركزين ان البدايات تبقى احسن، ماتش على ارضنا عايزين نستغل الكلام ده، فان شاء الله بكرة 3 نقط مفيش بديل عن كده، واحنا جاهزين وكل تركيزنا في الماتش ان احنا ناخد 3 نقط، خاصة الماتش على ارضنا، فده يدي حافز لنا وحافز للعيبة، فان شاء الله هو ده اللي مركزين فيه يعني. ما فيش كلام بيتقال غير على الماتش دلوقتي، يعني احنا درسنا الفريق كويس، اتفرجنا على النقط الضعف بتاعتهم، وان شاء الله نقدر نستغل ده كويس. لما 20 يوم التوقف كلهم مركزين في الماتش ومركزين ان احنا ازاي ناخد 3 نقط من الماتش، خاصة الماتش على ارضنا، فلازم الماتش ناخد منه 3 نقط، هو ده كل الكلام مع الفريق. لا طبعا، هو لو فريق سهل ما كانش وصل للمرحلة دي، هو اكيد فريق لازم نحترمه، خصم لازم نحترمه، ما بنبصش لأبعد مدى، بنبص كل مباراة مباراة، هو ده اللي هيوصلنا لآخر البطولة، فاحنا مركزين ان البداية تبقى بتاعتنا قوية، خاصة احنا بنلعب فريق قوي ضعيف، احنا مركزين ان احنا على ارضنا ناخد 3 نقط، هو ده كل تركيزنا. اه طبعا خلاص، الفرقة كلها يعني اكتر من 70-80% مروا بالظروف دي ولعبوا ماتشات كبيره، فخلاص احنا متحطين في الظروف دي من قبل كده، فاللعيبه اتعودت خلاص على الماتشات الكبيره والبطولات الكبيره، فاللعيبه كلها جاهزه، وان شاء الله نحقق 3 نقط بكره. لا احنا بنبقى حذرين، بس مفيش خوف طبعا، يعني اكيد طبعا في اختلاف وكده، بس ما فيش خوف يعني، بنبقى حذرين ان احنا بنلعب فرق من بره مصر مش معانا في الدوري وكده، بس ما فيش خوف، حذر بس يعني. كمان الفريق لازم نحترمه ولازم ندرسه كويس، واحنا درسناه كويس واتفرجنا عليه اكتر من مره، وان شاء الله هنستغل ده، وان شاء الله مش مركزين غير في 3 نقط من الماتش على ارضنا، وبدايه تدينا دفعه لقدام. Yeah, we're looking forward to the games. We just arrived now, so هما لسه واصلين النهارده ومتحمسين على المباراه بتاعت بكره، والنهارده هيريحوا وبكره هيشوفوا بقى هيعملوا ايه. هما لسه راجعين من اجازه بتاعت الفيفا ورجعوا الاربع اللي فات، فبقى لهم بس اسبوعين، فهم يعني عارفين ان المباراه دي، عارفين عن ميعادها من قبل كده، فهم محضرين لها، ولكن كان في لعيبه كتير قوي كانت بعيده، فهيشوفوا يعني ان بكره اللي هيحصل ايه.
due to various factors. عندهم لعيبة كتير غايبة والكاف شايف إن الستاد بتاعهم لا يصلح للعب فبيضطروا يلعبوا على ستاد تاني على بعد 4 كيلو فده يعني مش مخلي اللعيبة تبقى على أحسن حال. عارف النادي وعارف كيان النادي ولكن برضو مفيش حاجة في الكورة بتتقاس على الورق وبعد أول 5 دقايق ممكن المباراة تتغير هما يكونوا جاهزين. You know, if you look at the clubs, هما يعتبروا أصغر نادي في البطولة وهم بيركزوا على الشباب جدا وإن هما يعني هو مشي ورجع تاني لأن هو مؤمن وإن هما نادي طموح ويعني بيسعوا إن هما ياخدوا البطولة زي ما كانوا لعبوا الفاينل من 2 سيزونز فاتوا فهم بيسعوا على كده وبيركزوا على الشباب وهم عامة يعني فريق بيحب يشجع الشباب. ما عندهمش ماتيريال او فيديوهات كفاية للفريق بتاع فيوتشر ولكن هو عارف كيان فيوتشر وعارف قواته ونقاط ضعفه ف يعني هم عارفين ده ولكن زي ما هو قال ان بعد اول 5 دقايق الكورة بتختلف والكورة مش كلها حسابات على الورق فعشان كده هم مستعدين.